نزل سلاحك. تعرف شو أهمية هاد الزلمة يلي عم توجه سلاحك عليه؟ لبرا لبرا. انت بتجيب هدول الهبلان خصوصي ولا بتسترخص؟ مراد على مدار وقع بايدينا وحضرته بدي يقوصه براسه. ما رح يجيب لنا وجع راس؟ وجع شو؟ اكبر ضربة بحياتي اجت لعندي عرجليها. يلا خذوه من هون. ايه خير شو في؟ لانه رح يكون وشي يلي عم تشوفه هلا اخر وش بتشوفه بحياتك. ادخل لجوا. ايه بعرف بعرف، بس الطيارة اللي هون بدها صيانة. ايه استنى، انت معك خبر شي؟ لا ما عم تسمعوني منيح. اه قربوا شوي لتسمعوا. طيارة بدها صيانة، عم تسمعوا؟ اسمعوا. مما تيخوت تركني ما تقرب. خلاص شباب اهدوا 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 اهدوا. ماشي ما حدا يعمل شيء. امشي 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 بسرعة. خذ السكين بسرعة. طاو عمران يا سبعي. رح انقذك بسرعة، بس اتحمل. رح ننفذ. اوحك اوحك تموت. اوحك سامعني بأهواك شيرو. اوحك تموت شيرو. اوحك تموت شيرو. شيرو شيرو. ميماتي نحن لازم نطلع فورا، بعد شوي رح يجوا كل عناصر سي اي اي. ماشي يلا. هالشاب المسكين مات بسببنا. يلا كارا يلا، لازم نروح بسرعة. يلا يلا بسرعة بسرعة.
منيح دكتور؟ جرحه سيء وبده فترة ليشفى. ما في لزوم لأنه يشفى، بكفي يضل عايش. يلا تعال معي. أمهلك شوي 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 شوي. يسلمون، بس راح يلزمنا دكتور. عبد الحي اتصل بنايا خليها تجي. اخي اتصل فيها، ما في وقت تاخذ موقف. اي نايا. ايوه حضري العدة، رح اجي اخدك من الساحة بعد شوي. ماشي. مين اللي عطى خبر انت؟ المدعية. وهي شلون عرفت؟ يعني منين بدها تعرف؟ واضح انه انجي خبرتها. المعلم اختفي عن الساحة، بس نسوانه التنتين قدروا ينقذونا. أنا سمحولي، عندي جنازة بدي أطلع فيها. بتريد مساعدة أخي؟ لا تسلم، ما في لزوم. سيدي، بالنسبة لموضوع ميماتي، سيدي قلت انه ميماتي. لا تخليني انزل بميماتي تبعك، هقولي هذا الزلمة فورا. رح نلاقي سيدي. أخي يمكن أنا لازم حاول ألتقي بالختيارية مشان وضع المعلم. عبد الحي، لليوم شو شفنا خير من الختيارية تبعكم؟ كانوا الأمريكان رح ياخدونا وما كلفوا حالهم يتدخلوا. أخي طيب منيح، بروح وبحاسبهم. علي العافية. شكرا، بفضلك طلعنا منها. وضع عمران منيح؟ ايه منيح. ما بيصير شيء على عمران. في شيء اي اخبار عن المعلم؟ لهلا مفقود، مو مبين له اي اثر. ما في اي شيء مهم، بس عرفنا انه على بعد كم كيلو من موقع الحادث في سفينه غرقت. شو يعني انه غرقت سفينه؟ لقينا جثة بحار منا مرمية على الشط. قتلوا بحارة السفينة وبعدين غرقوها.
شو هالصوت يا ترى؟ قبطات؟ قبطات؟ يا قبطان رد علي. قبطان بتسمعني؟ تعذبنا كتير يا مدام لنسعفك انت والجنين ونجحنا. صحتك وصحة الجنين صارت منيحة الحمد لله. بالمرة الثالثة يمكن ما نقدر ننقذك. زوجك حابسك هون مشان يحميكي. رجاء لا تحاولي تعملي هيك شي مرة ثانية. وضعه منيح، لا تشغلوا بالكم. الحمد لله. أنا رح روح هلأ، رح وصلك لعند السيارة. شكرا ميماتي. سيادة المدعية، بالتالتة بدي حصل كل ديوني منك. لاقي مراد وكل الدين بدفعه. إذا عرفتوا شي رح تعطوني خبر، ما هيك؟ طبعا رح أخبرك أكيد. شباب، مراد على مدار مفقود وشكله ما رح يلتقي لفترة طويلة. قررتوا شو رح تعملوا وكيف رح تتحركوا؟ بدنا نلاقي مراد على مدار، ما في شي تاني رح نقرره. ميماتي، هلأ دفنت رجالي وإجيت، وانتو كمان لازم تدفنوا مراد على مدار بقلوبكن. ما في شي تاني تعملوه. إذا المعلم عايش فرح دور عليه للاقيه، وإذا مو عايش كمان رح لاقيه. بالأول بدفنه وبعدين رح أخذ بتارو، بس بالأول لازم لاقيه. الدولة كلفت مراد على مدار بمهمة، هي المهمة أهم منك ومني، وحتى أهم من مراد على مدار إذا بدك، لأنه الأهم بشغلنا أنه تبقى الدولة والأمة. شو هذا كارا؟ عم تتمسخر علينا يعني؟ لأني محترم الوجع اللي جواتك، رح سامحك على قلة احترامك. لو وقت تاني او كنت واحد تاني كنت علمتك كيف بتحكي. ايه خلصونا بقى، انا ما بفهم لا بدولة ولا بأمي، ما بيهموني ابدا. انا عرفت الدولة مع مراد على مدار وامنت بالدولة مع مراد على مدار. اذا مراد على مدار مو هون فما في شي اعمل لهم اياه. عبد الحي، أنا ما بعرف شو وضع ميماتي، بس أنت معروف على شو تربيت. لو مراد موجود فكر شو كان بريد منك. وتحرك على الأساس. عابد، عمران بأمانتك. لا تشغل بالك معلم. ألف الحمد لله على سلامتك يا صديقي شارون. بقدر ما الحزن حز بقلبنا على فقدان صديقنا جوزيف، بقدر ما فرحنا لأنك نفدت. نفدت بفضل دعوات أصدقائنا الطيبين. بإيدين مين وقعت تركيا يا صديقنا المحترم؟ لازم توقفوا هالشي وإلا رح تنهار. شوف أخي شارون، السنة الماضية أنا درت على 70 محافظة و350 منطقة، وعملت حوالي 550 ندوة.
استقبلت 17,000 مواطن وسمعت همومهم. شو برأيك عملت هالشي من شاني؟ عملته من شان دولتي، عملته من شان الشعب تبعي، عملته من شان المنطقة، عملته من شان السلام، عملته من شان الاستقرار. لازم تعمل شي كمان سيادة المحترم. إذا بدنا يرجع التحالف بين الدولتين تبعنا، لازم يقعد محل مراد على مدار الفاضي صديق يشتغل من شاننا ومن شانكن، وما يحاول يخلط الأوراق ببعضها. الزلمة اللي عندي جاهز ياخد محله، بس صعب كتير ينفرض على الدولة التركية. سيادة المحترم، انت دائما تسلمت الدولة ومشيتها بأصعب أوقاتها. أنا واثق انك رح تحل مشكلة متى. كنا خلصتوا وأنا ما رح أنسى لك هالمعروف لآخر عمري. في أخبار عن مراد شي؟ لسه ما في شي عنه. لقيتولي ابني شي؟ لكان بدي اعرف ليش اجيتوا اذا هيك؟ شو لكم شغل هون؟ يلا روحوا لقوا لي ابني. اكيد رح لاقيه. يا مرة الاولاد بقل الزور انقذوا حالهم، تركيهم ياخذوا نفس شوي. انا ما بعرف اذا ابني عم ياخد نفس ولا لا. خليهم يروحوا ياخذوا نفس وهن عم يدوروا على مراد. بابا نحن مستأذن. الله يهديك. ميماتي ابني، ابني بترجاكم لا تواخذوها، بتعرفوا قلب الام. نحن يلي منتواخذ اكيد مو ستنازك. لهلا ما لقينا المعلم. ميماتي انتو كمان بتنعبدوا ولادي، انتبهوا على حالكم. بكفينا ابننا مراد حارق لنا قلبنا، لا تزيدوا فوقه حرقه عليكم يا ولادي. بابا انا احترقت وانتهيت، اليأس قدر يحرقني على الأخير، ما بعرف شو بدي أعمل. لازم ترفع راسك، اوعك توقع باليأس، تمسك بإيمانك. الله بيعين اللي بيآمنوا فيه. ابني عبد الحي، أنا عم أمنكن على حياة بعضكن، بلا ما ينشغل بالي عليكن أنتو كمان. طمن بالك.
حاجتك بك يا والنقبة. بدك تعملي اللي بقلك عليه لحتى تعطيني الولد. لا هيك ديري بالك منيح على اللي ببطنك. الحمد لله على السلامة يا مراد. انت مديون بروحك الي. بما انك رابطني فاكيد بلاقي طريقة لتحصل دينك مني. لو قلت لك قديش حياتك صايرة غالية راح تندهش ويطير عقلك. شواتي لعارف شو القيمة يلي ما ادري لي اياها. لا تسأل هيك عالفاضي، ما راح تقدر تدفع اكتر. لا تستهين بكرمي يا عزت، انا بقدر غرقك بالمصاري. على كل إن انا انقذتك من الغرق بالمي، ما بيلبق لك تحكي عن الغرق. عزت على قليلة قلي لمين بعتني. لسه البازار تبعك ما خلص، في مجموعتين بالدنياك لنشوف اي منهم راح يكسب وياخدك. ليك يا عزت نصيحة لك، اضمن لك تبيعني للجماعة يلي ما راح يتركوني عايش. اقسم لك بشرف المهني انه رح امسكه بأقرب فرصة ممكنة. سيدي تأمر سيدي. شوفي سيدي، نحن قدرنا نحدد هويته. الزلم الميت واحد من رجال المدعو كارا، احد رجال الدولة التركية السابقين، ومنعتقد انه الشخص الثاني هو كارا ذاته. مليت من ولاد الدولة التركية المدللين، لما بيعملوا عمليتين بيفكروا انه قوتهم بتمكنهم من كل شيء. لازم نخليهم يعرفوا حدودهم. تأمر سيدي. لازم نفرجي لكارا قيمة حاله حتى يعرفوا الكل شو يعني ياخدوا حدا من بين ايدينا. نصرف. دبر لي غطاسين، لازم نروح ونستطلع المكان. استاذ المدعي بعتت غطاسين وما طلع معه شيء. رجالك انت غطسوا شيء؟ لا معلم. ابني بدكن تنزلوا لتحت، ما بتطلعوا لفوق لحتى تلاقوا لي شيء. اذا طلعتوا بدون ما تلاقوا شيء بغرقكن هنيك. لا تطلع فيني هيك، واذا انت ما لقيت شيء كمان رح اوص براسك. يلا اعملي اللي قلت لك عليه. راح يوصل نايا. ومشيت عليك؟ راح يلتقي بالختيارية من شان يحلوا القصة. خليه يجي فاضي وراح أوس براسه كمان. أخي بعد ما تقوس براسنا شو ناوي تعمل وحدك؟ شو بعمل؟ أنا كمان إذا ما لقيت المعلم راح أوس براسي وإخلاص. يلا كمل الشغل لا توقف. الجماعة أخذونا وعبونا بالشوالات وأنتوا عادتوا تتفرجوا؟ الزلمة يلي رجعناه على الساحة هو يلي أنقذكن. لو كنا تاركينك على راحتك كان بدك تقوس براس كارا فورا. أصلاً أنتوا رميتوا حالكن على الخطر على شي فاضي. نحن ربيناك مشان الدولة مو مشان مراد. مراد وانت وانا اليوم موجودين، بكره لا.
معقول بهالسرعة هاي سكرتوا دفتر مراد على مدار ونسيتوه؟ عبد الحي، انت صرت تتحرك بعواطفك وما تفكر بعقلك؟ الجماعة عملوا عاصفة من ورا شغلة مراد، وانتو مشغولين بمراد الجماعة هاجموا كل مؤسساتنا. لهيك انا مضطر لاقي مراد على مدار، لانه عم يستمدوا هاي الجرأة من غيابه. انتو مفكرين ما في حدا غيركن عم يخدم الدولة؟ انتو مفكرين انه نحن عم نصارع اسرائيل وروسيا وايران من بيوتنا؟ عنا الاف من الزملاء بالشرق الاوسط وبافريقيا وبكل الدول المهمة بالعالم، وكلهم مثلكن ابناء هذا الوطن، وطالما عايشة هي الدولة بعيش مراد على مدار ورح يعيش أولادها التانيين. سيد أشرف احكي دغري، كأنه بدكن مني أتخلى عن الشباب وعن المعلم؟ لا، بدنا الوثائق اللي عند مراد على مدار. بما أنكن طلبتوا الوثائق، مين اللي اخترتوه مكان المعلم؟ لسه ما تم الاختيار، بس الوثائق مهمة كتير. معناتها الوثائق رح تضل عندي، وكلفوني إلي بالمهمة. شايف حضرتك تعلقت بحب المدينة تافه. سيدي الرئيس، صدقني جابوني بالزور على هالمدينة. أحسن لك تعترف في عمالتك يا وقح مثل الخلق ولا تتعبني. سيد الرئيس، بحلف لك يمين أنا ما عندي أي انحراف عن القيادة والقضية تبعنا. الخال زازا هو اللي مسكني وجابني لهون. وين مسكك؟ ليش؟ شو جاب هالقطاع التافع على الجبل؟ سيد الرئيس، إجا لحتى يقابل الرئيس جمال، ولما شافني مسكني وجابني لهون. سيدي لا تعذب حالك معه، بوس براسه وبخلص. حقيقة أنا ما بشك بولاء الرفيق بيكم محبته لنا. قوم لشوف. قوم. هذا الإقطاعي التقى شي بالرفيق جمال؟ لا سيدي ما شافه. طيب من هلأ ورايح بتكمل مهمتك عند الإقطاع القذر اللي اسمه زازا. بدك تعرف لي علاقته بمنظمتنا، والأهم من هذا كله تعرف لي شو سبب اهتمامه المفاجئ بالرفيق جمال. انت بتأمر سيد الرئيس. قال الأمريكان كشفوا هويتنا. كأنهم تأخر شوي. معلم، رح نختفي مرة تانية. انتوا رح تختفوا، انت وفرمان. ما بتتدخلوا بأي شيء عم بيصير بالحياة، وعمر رح يرد يرجع لوظيفته الروتينية. حاجة بقى خلص هالشغلة لهون وبس. أحسن شي طعميكم للسمك، على القليلة هيك رح أقدر أعيش يوم بحياتي. أنت فقدت ثقتك فيني. أبوك صار له عمر بهذا الشغل تبعه. كل شيء وإله نهاية. أنت ختيرته لازم ترتاح. عند اللزوم بتربط لي هذا الولد الطائع عقله، ما بيطلع برات الباب. اي ماشي معلم. أه.
لك انت شو عم تعمل هون؟ معقول نلتقي هون؟ كل السي اي عم تلاحقنا. وين كنت عبد الحي؟ انا ما قلت لك ما تدخل الختيارية بشغلنا؟ ما منقدر نقعد مربطين ايدينا ورجلينا. انت ما عم تفكر فينا بقد ما عم تفكر بالدولة. رحت شو شفت من الختيارية؟ ما بتطلع عن كلمتي حتى يلتقى المعلم. اذا قلت لك لا تروح يعني ما بتروح. لا تخلط بيني وبين عمران وعابد. بالنسبة لك يمكن الشغلة منتهية، بس انا عندي مهمة. دخيلك ودخيل مهمتك. هلا ما في عندك مهمة غير انك تلاقي المعلم. اخي يمكن يكونوا الاشخاص مهمين بالنسبة لك، بس بالنسبة لي انا عندي قيم بعتبرها فوق الكل. لك انت ما عندك شخصية؟ اخي شو مفكرني ما عم بتوجع انا؟ مفكر انه بس انت يلي قلبه محروق؟ انا املي جرأتي وماضيي ومستقبلي وعقلي وقلبي وكل شيء لمراد علم دار، فهمت؟ قلبي عم يحترق ومو اقل من قلبك، بس المعلم ما دربني لا اعمل هيك بس نوقع. المعلم جمعنا مشان طموح كبير وقدمنا كل شيء مشان هذا الطموح، وحتى لو المعلم ما نهون امانته رح تضل حاضرة. وهون لازم نحمي هاي الامانة ونكفي الطريق تبعه وما نتراجع. ماشي، بدنا نلاقي المعلم وبدنا نحافظ على الأمانة اللي تركها. دير من وشنده مرد عمر بني بوي، مرد عمر بني بوي. مرت عمي بترجاكي، مرت عمي بترجاكي تسامحيني. مرت عمي انا ما كان بدي يصير هيك معك. هنني اللي جبروني مرت عمي. رجاء اوعك. يا سافل ما بكفيك الحقارة اللي عملتها. أرجوك لا تصرخي، أنا رح أحاربك من هون. رجاء في طريقة واحدة لتنقذني، اقتلني ولا تخليني أعيش بهذا العار. ما بقدر مرت عمي، بترجاكي لا تطلبي مني هالشي. انت شو عم تعمل هون؟ بدك عمك يذبحك بالسكين؟ روح انقلع من هون بلا ما يشوفك. لكن انتو ما عندكم شرف وناموس. ادعي لابو الولد اللي ببطنك، اكيد بشي يوم رح لاقيه، وقتها رح فرجيه كيف. رح اخلي لك يا عبرة لكل الناس. Oh, my God.
عزت آغا، شو اللي صار لأجيت تشوفنا؟ سيدي، إذا نحن ما تذكرنا حضرتك بتذكرنا بحالك. معناتها حضرتك ما حبيت تشوفنا بهالفترة اللي مرت. عزت، لو سمعان مني بالزمانات وداخل بشغل السياسة أكيد ما كنا صرنا معارضة وضلينا مستلمين الحكم. سيدي، بس حضرتك دائما بالسلطة. بما أنك هيك عم تحكي معناها بدك مني شيء، هات لشوف. علاقتكم بالإسرائيليين منيحة كثير، جاي أطلب منكم تقابلوني فيهم. عزت، لا تكون عامل شيء عملي غلط معهم، بس يكون بعلمك إذا في هيك شيء حتى أنا ما بقدر أنقذك. في شيء بين إيدي متأكد إنه رح يهمهم يحصلوا عليه، وأنا واثق إنه رح يشكروك على هالوساطة. هذا الحكي حلو كتير عزت آغا. طيب أنا إذا اتصلت للزلمة شو قله إذا سألني؟ سيدنا، إذا ردت فيك تقنعهم بأي شيء بتقوله، ما حدا ما رح يقتنع معك. أنا جاي لعندكم لأني حابب تستفيدوا من هاي الشغلة، وما حبيت ناس تانين يأكلوا زبدة هاي الشغلة معي. يعني عم تقلي كل العنب ولا تهتم بالكرم. على كل الأحوال رح نعرف إن شارون. أنت استنى مني خبر. على راسي سيدي. دوم بالسلامة يا أخي عمران. ماشي يا أخي. العمة ماتي والشباب نفدوا. الحمد لله. لشو هالفرحة هاي؟ ما فرحتي كل هالقد وقت خلصت من بين ايدين زازا؟ وليش انت غيران؟ انت الك معزة والعمة ماتي كمان اله معزة. سيد يشار اجا يشوفكن. ليش اجا هذا هلأ كمان؟ ليش يعني؟ مشان يعتذر عن ابنه كينان قليل الشرف. اوعك تعطي وش، القرابة بيناتنا انتهت. لو سهل عمو. أهلين فيك بنتي. بدي أسألك، عندي خبر عن كينان؟ ليش شو صاير لكينان؟ ما سألتك لك، سألت سلوى. أنت جاي لعندي على البيت لتحاسبني؟ جاي مشان أسأل سؤال، وإذا ناوي تضايقني كتير أكيد رح حاسبك. عمو يشار، ابنك كينان عم يحكي هون وهون كلام بشع وبيضايقنا كلنا. أنا محيت كينان، ما عاد إلي أي علاقة فيه. سلوى، ابني كينان صار له أيام مختفي. أنتي إمتى آخر مرة حكيتي معه؟ صار لي زمان ما حكيته عمو يشار، ما بتذكر. نطانك ولا حركة. قولي وينه كينان. ليش عم تسألني إلي؟ لأنه عم تكذبي علي. قبل يومين حكيتي معه على الموبايل، ليش عم تقولي لي ما حكيت معه؟ يا قليل الشرف، ترك أختي. خليك هادئة سلوى، احكي، ابني كينان وينه؟ أنا حكيت من تليفونه لأنه عم يعمل حقارات كتير، وقلت له ما بقى يجيب سيرته على لسانه أبدا. سبيت أبوه سكرت. معناتها أدعو، أدعو إنه يبين كينان، لأنه إذا ما بين رح أخفيكم كلكم على الآخر، وعمو ميماتي ما رح يحميكم مني. نهاد صار لك شي؟
لا تطلع فيني هيك، انا شو بدي يكون الي شغل مع كنان؟